تعالوا حال شباب، معكم شركيه شركه كيت جاركو فيديو جديد. طيب شباب، عندنا الحلقه الثانيه من سلسله الاخبار. اللي ما يدري هي سلسله جديده بالقناه نتكلم فيها عن اخر الاخبار اللي موجوده على اليوتيوب ترند، واخبار يعني مهمه مو الاخبار الممله. واذا كنت مشترك على قناتي عشان الزومبي، شيك قناتي الثانيه موجوده فوق على اليمين او اليسار، او اللينك اللي موجود اول لينك موجود بالوصف. هناك ان شاء الله راح اكمل محتوى الزومبي اللي متعودين عليه مع بثوث مباشره وكل شيء. فاتمنى قبل ابدا الفيديو لا تنسوا تعمل الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه وفعل زر التنبيهات، ويلا خلينا نبدا. اوكي، اول خبر عنا اليوم خبر نوعا ما يعصب الصراحه. شركه نايكي، اظن كلكم تعرفوها، شركه رياضيه للملابس واشياء كثير لها علاقه بالرياضه، نفس اديداس نفس غيرها. فالمهم، شركه نايكي اعلنت عن احذيه جديده باسم نايك ماكس 270. هالأحذية رياضية أظن يستعملها لكرة السلة، من حسب شكلها ما أدري صراحة شو استعمالها بالضبط. المهم، لو تشوف هالأحذية من تحت راح يكون مكتوب اسم شعارهم اللي هم إير ماكس عشان الكلام، وراح تشوف إنه بالنص في حرف أو شكل يشابه اسم الله سبحانه وتعالى. انتم شايفين انه مكتوب اسم الله، لو بتدقق فيها نوعا ما راح تشوف فعليا انه جدا قريبه لشكل الله. كل الناس على تويتر قاعدين يهاجموا نايكي على هالشيء بالذات، انه نايكي مسببه مشاكل قبل هالمره. كان عندها فيديو من فتره تقريبا من 5-6 شهور كان اثار ضجه، بس ما له علاقه بالمسلمين، فيديو له علاقه بشيء بالحكومه الامريكيه. فالمهم، الناس جدا عصبوا من نايكي، ومثل عملوا عريضه وقعوا عليها فوق 15,000 واحد يطلبوا من نايكي انهم يعتذروا على هالشيء ويشيلوا هالشعار من الحذاء. فكان الرد من شركه نايكي انه ما ودهم يهينوا اي دين، وما قصدهم انه يهينوا اي ديانه او اي طائفه او اي شيء، وانه الشعار اللي موجود تحت هو فقط كلمه اير ماكس ملزقه ببعض، وانه اللي صورها على اساس انه كلمه الله بالعربيه عكسها. هي فعليا لو بتشوفها بهالشكل قدامكم هي كلمه اير ماكس، لما تقلبها بتبين كاسم الله. فصراحه اشوفها عذر اقبح من ذا، اشوفها عذر جدا غبي، لانه كلمة اير ماكس ليش موصلينها بالنص؟ لو واحد يقرأها راح يقرأ اير ماكس. المهم انه ما ادري صراحة، انا شايفها انه مو عذر مقبول ابدا، وانه لازم يعدلوها. بس لا، كان الرد من شركة انه ما راح يعدلوها، ما راح يغيروا اي شيء بالاحذية هي. وغير هيك، نايكي كمان من زمان كان عندهم حذاء في كمان شيء شعار جدا مشابه لاسم الله، وقتها سبب مشاكل ونايكي حذفت الأحذية من السوق. بس هالمرة قالت انه لا، ما كان انه المقصد انه يهينوا اي دين، وما راح يشيلوها. والخبر الثاني له علاقة بالوشوم، مو اي وشوم، لا، الوشوم الغبية. في واحدة جدا معجبة بالمغني هير ستايل اللي كان بفرقة ون دايركشن، فحطت وشم على جسمها للممثل. المشكلة مو بالوشم، في ناس بعدد جدا كبير بالعالم يحطوا وشوم لممثلين او شيء من الكلام. المشكلة انها حطت الوشم بوجهها، حطت الوشم على خدها، شيء جدا غبي الصراحة. ما انتم شايفين الصورة قدامكم حاليا، اللي ما يعرف الوشم ما ينشال، او اذا تبي تشيله راح تسوي جلسات لفترة جدا طويلة ووجع، واخر شيء ما راح ينشال بشكل كامل. فالوشم شيء يضل طول حياتك ملزق فيك، فحطت وشم للمغني على وجهها، فايه. والخبر الثاني على الوشوم الغبية، المغنية أريانا جراندي من أشهر المغنيات، كان لها غنية جديدة وألبوم جديد اسمه 7 رينجز. فاللي بدها تسويه كان إنه بدها تحط وشم على جسمها باسم الغنية بالياباني، فحطت اسم الغنية أو الأحرف اللي هي 7، كلمة 7 ورينج على إيديها كوشم باللغة اليابانية، وحطت صورة على الانستغرام إنه حطت الوشم عشان الكلام. بعدين جوها كل اليابانيين حكوا لها أوكي، هي الكلمات صح 7 رينج، بس عنا باليابان لو ندمج هالكلمتين مع بعض يصير لها معنى تاني، والمعنى هو اللي هو الشواية اللي يشو عليها السمك باليابان. فايه، هي فعليا كلمتين صحيحين انه 7 رينج، بس لو يندمجوا مع بعض يصيروا كلمة تانية. وحاليا في على ايديها شواية سمك. بريك نتكلم فيه عن اخبار الافلام والمسلسلات والالعاب. اول شيء، اخر اخبار بالالعاب، لعبه انثم من شركه اي اي اللي كان لها ديمو من فتره حاليا تحت هجوم بشكل جدا جدا كبير، لانه انتشر على موقع ريدت صوره للاشياء اللي فينك تشتريها جوا اللعبه. نظامها بالضبط نفس فورتنايت ونفس البلاك ماركت ببلاك اوبس، والناس قاعدين يتهجموا عليها انه اسعار السكنات جدا مبالغ فيها. اسعار السكنات نفس فورتنايت، السكن الواحد $20. طبعا فورتنايت لعبه مجانيه بشكل كامل، ما تحتاج بلس، ما في اي شيء تشتري جوا اللعبه، فبالتالي معهم حق يحطوا سكنات بسعر $20. بس انثم لعبه مدفوعه، تدفع لها $60 لتشتريها، وفوقك تشتري سكن بسعر $20، يعني 3 سكنات قد حق اللعبه نفسها. فاي هجوم جدا كبير على انثم.
ناس قاعدين يقولوا اوكي هاي بلاك اوبس 4 فيها سكنات نفس الشيء. بلاك اوبس 4 اغلى سكن عندهم سعره 8 دولارات، بينما هون انثم 20 دولار، يعني اكثر من ضعفين سعر السكنات اللي موجوده ببلاك اوبس 4. فاي الناس قاعدين يهجموا عليها بشكل جدا كبير، بالذات انه اي اي حاليا بوضع خطر. اخر لعبه لهم باتل فيلد في فشلت بشكل كامل، واللي قبلها اللي هي لعبه ستار وورز قطعوها اللاعبين ورا الاشياء اللي تشتريها جوا اللعبه الغاليه. فمفروض تتعلم من درسها وما تسوي الحركات، بس التسريب طالع انه ايه هاي صوره من اللعبه وسكين سعرها 20 دولار. واخر اخبار الافلام والمسلسلات، في فيلم زومبي لاند اللي طلع عام 2009 اعلن انه رح يسوي جزء ثاني ب 2019، وحطوا بوستر تبع 2009 و 2019 فيكم تشوفوا قديش الصور جدا جدا قريبه على بعض، فاي شكله خرافي. وغير هيك في فيلم قادم جاي للمخرج كريستوفر نولان عام 2020. اللي ما يعرف من كريستوفر نولان وما لك شايف افلامه، صدقني مضوع عليك اشياء جدا رهيبه. كريستوفر نولان بالنسبه إلي أخرج أفضل أفلام شفتها بحياتي، اللي هي فيلم إنترستيلر، إنسبشن، وعندنا فيلم دانكيرك، وأفلام باتمان اللي فيها الجوكر، باتمان الأول، ذا دارك نايت، ودارك نايت رايسز. هاي كلها من إخراج كريستوفر نولان، أفلام وكلها رهيبة، ما عنده ولا فيلم إلا وكان خرافي. فأعلنوا إنه فيلمه الجاي راح يكون السنة القادمة، صراحة شيء جدا جدا حماسي. ونرجع للأخبار، والخبر اللي بعده خبر مضحك نوعا ما صراحة. بمدينة شيكاغو الأمريكية حاليا عندهم طقوس باردة بشكل مو معقول، درجة الحرارة عندهم أبرد من بعض المناطق بأنتاركتيكا، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، من كتر البرودة اللي عندهم. من درجة البرودة تم إلغاء 2500 رحلة سفر طيران، البحر عندهم تجمد، وإي عندهم حالات باردة، وكل الأماكن الحكومية فتحت أبوابها للهوملس، الناس اللي ما عندهم بيوت، لأنه لو ضلوا برا رح يموتوا من درجات حرارة البرد. مع هالخبر عنا رئيس أمريكا دونالد ترامب حكى أنه جو الحرارة حاليا بشيكاغو جدا جدا بارد، ومتوقع يصير أبرد بالأيام الجاي، الناس ما فيهم يضلوا برا لأكثر من دقيقة واحدة. شو اللي قاعد يصير بالاحتباس الحراري؟ وين احتباس الحراري؟ أرجوك ارجع لنا. طيب خليني افهمكم ليش هالشيء جدا جدا غبي. اول شيء الاحتباس الحراري، اظن يمكن عدد منكم ما يعرف الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري انه نحن حاليا بالكره الارضيه سنويا عم تزداد حرارتها اكثر فاكثر، كل هالشيء من المصانع، من الدخان، السيارات، من كل شيء عم تزداد حراره الارض. والناس والعلماء متوقعين انه 50 سنه لقدام القطب الشمالي والجنوبي اللي كلهم ثلج راح يذوبوا بشكل كامل وما يضل فيهم ثلج. بالتالي لما كل هالثلج يذوب راح يزداد مية البحر راح يزداد، وبالتالي في كتير مدن اللي على الشاطئ واللي اصلا هي تحت سطح الارض راح تنمسح بشكل كامل من وراء الاحتباس الحراري، والحرارة هي عم تضل موجودة بالارض ما عم تطلع، فراح يضل عنا الجو يسخن ويسخن ويسخن لحد ما يصير غير قابل للعيش. فاي هذا هو الاحتباس الحراري. ليش الرئيس امريكا دونالد ترامب قاعد يتمسخر انه ايه وين الاحتباس الحراري قاعد يتكلموا عليه؟ يا ريت يرجع لنا. لانه اول ما صار رئيس امريكا، اول ما انتخب 2016 وصار رئيس، شال كل الدعم المادي من الابحاث اللي قاعدة تصرفها الحكومة على الاحتباس الحراري. على وقت الرئيس اللي قبله رئيس اوباما كان في الحكومة الامريكية قاعدة تدفع مبالغ كبيرة للعلماء عشان يكتشفوا حل الاحتباس الحراري. اول ما رئيس امريكا ترامب صار رئيس سحب كل الفلوس هاي وصار يوجهها على اشياء تانية بالمجتمع بامريكا وشان الكلام، مشان يحسن وضع الناس والناس يحبوه. بس اوكي قاعد يحسن وضع الناس، بس بالتالي قاعد يضر الكرة الارضية كلها. ولما سوى هالشيء الناس قاعدوا يتهجموا عليه انه ما يصير يسوي هالشيء، قاعد يضحي بمستقبل البشر، مستقبل الكرة الارضية. هو مصر على قراره انه الاحتباس الحراري مجرد اكذوبة وما في شيء اسمه الاحتباس الحراري. في مجتمع جدا كبير بامريكا والغرب الناس اللي بيؤمنوا انه الاحتباس الحراري مجرد كذبة من الحكومة او مؤامرة عشان الكلام، نفس الناس اللي بيؤمنوا انه الكرة الارضية مسطحة ما هي بشكل كرة. في كثير ناس بيؤمنوا بهالشيء، فا إيه في مجتمع جدا كبير بأمريكا بيؤمنوا إن الاحتباس الحراري مجرد أكذوبة، ودونالد ترامب كان منهم. عشان هيك أول ما صار رئيس سحب كل فلوس من هالشيء، وحاليا هالتويتر قاعد يتمسخر على الاحتباس الحراري ويقول إيه شايفين كيف الأرض باردة والناس قاعدة تتجمد وما في أي حرب ما في أي شيء، أرجوك الاحتباس الحراري ارجع لنا. فإنه قاعد يتمسخر على الموضوع والناس على تويتر نزلوا مسخرة فيه إنه مو هيك يشتغل الاحتباس الحراري، مو بهالمنطق، فقط يفكر فيها بالأسلوب واحد صغير. حتى وزارة الجو الأمريكية حطت صورة على تويتر ردت فيها، حطت إبريق الشاي في تحته نار، وهالإبريق قاعد المي اللي فيه تتبخر، فلما يطلع الدخان لفوق عبيجي على الغيوم وبعدين ينزل مطر أو ينزل كتلج. فإنه في المعنى قاعدة تحكي له إنه من الحرارة اللي صايرة مية البحر قاعدة تتبخر تطلع للغيوم وتنزل كتلج أو تنزل كمطر.
انه التلج راح يدوب بالاماكن البارده جدا وباماكن ثانيه راح تزداد البروده. هي من احد عوارض الاحتباس الحراري اصلا. وعلى سيره دونالد ترامب، رئيس او حاليا الرئيس الاكبر بستاربكس اعلن ترشحه لرئاسه امريكا عام 2020، وحكى انه الرئيس حاليا هو دونالد ترامب غير قابل للرئاسه وشفنا الكلام وابي اترشح. اللي ما يعرف بامريكا في حزبين، في حزب اسمه الحزب الديمقراطي والحزب الريببليكان اللي اسمهم بالعربي الجمهوريين. فهالحزبين هما دائما يطلع واحد رئيس منهم، فدونالد ترامب هو من الحزب الاشتراكيين ورئيس امريكا اللي قبل من الحزب الديمقراطي اللي هو باراك اوباما. فالحزب الديمقراطي معروفين انهم ما هم عنصريين او يعني متقبلين للاديان كلها والمهاجرين، والحزب اللي منه دونالد ترامب معروفين نوعا ما انهم ضد الهجره، ضد الديانات الثانيه او ضد الاسلام بشكل عام. فحاليا اجى مدير ستاربكس واعلن ان هو بده يصير رئيس امريكا، هو ما هو من الحزب الديمقراطي ولا من الحزب الجمهوري، وهذا الشيء جدا صعب انه يترشح ويصير رئيس على دوله ما هي من احد الحزبين هدول. بس هالشيء صار بفرنسا، فرنسا على مدى على وقت جدا طويل كان نفس الشيء، اللي يترشح للرئاسه ويصير رئيس هو واحد من احد الاحزاب الكبيره الموجوده بفرنسا، ورئيس فرنسا الاخير ما كان ولا حزب وصار رئيس. فهذا يبي يسوي نفس الشيء، يعني هو ما له باي حزب سياسي ويبي يترشح للرئاسه. فالديمقراطيين اللي هم ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب قاعدين يهاجموا، قاعدين يقولوا انه لو سويت هالشيء الناس اللي راح يصوتون له ممكن يصوتوا لك، فبالتالي لا انت راح تفوز كرئيس امريكا ولا نحن من الحزب الديمقراطي حد راح يفوز رئيس امريكا، بالتالي دونالد ترامب راح يفوز مره ثانيه ويترشح لرئيس امريكا مره ثانيه عام 2020. فقاعدين يحكوا له ترشح بس انضم لنا، انضم للحزب الديمقراطي عشان الناس اللي ما يحبوا دونالد ترامب ما تتوزع اصواتهم بيننا وبينك. فرافض هالشيء هو، وللحين اعلن انه راح يترشح للرئاسه عام 2020. فيا شباب هالخبر اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تنوا الفيديو بزر اللايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر التنبيهات، واذا تبي محتوى زومبي شيء قناتي تبع زومبي موجوده كمان تحت. وبس كان معكم شركيال وشركه كيشكم ديات تاني ان شاء الله، مع السلامه.